السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنذكر بعض علامات الشخصية النرجسية وأنواعها. طبعا الشخصية النرجسية أحبابي وأخواتي هتلاقيها موجودة حوالينا في كل مكان، في الأسرة، في العمل. غالبا ده تلاقيك قابلت حد نرجسي وانت مش عارف. طبعا الشخص النرجسي من علاماته انه عنده شعور بالاستحقاق عالي جدا، انه يستحق احسن سياره، احسن مركز، احسن زوجه، احسن اولاد. لا يراعي مشاعر الاخرين. عنده غيره وحقد وغل شديد جدا، يعني هو معتقد الناس بتغير منه وبيغير من الناس. ما عندوش اي احساس او تحمل مسؤوليه، دايما بيلوم الاخرين. اي انجاز او حاجه حلوه بينسبها لنفسه، اي حاجه وحشه بينسبها على الاخرين. عنده شعور بالعظمه والاستعلاء عالي جدا، يعني عنده تعامل فظ وغليظ مع الناس وخصوصا الاقل منه. دايما بيقرب منك لو في مصلحه، ولو حس ان انت لا تمثل له اهميه تلاقيه بيبتعد عنك وكانه ما يعرفكش. فتلاقيه يعني زي ما بيقولوا سخن وبارد. لما يكون عايز حاجه مصلحه بيقرب لك، ومش عايز بيبعد عنك. دايما بيحب يجذب الانظار. لما يكون قاعد في يعني في مكان او مناقشه او حاجه، دايما عايز يخلي الانظار بتنجذب له. لذلك هم يعني الوظائف الكويسه ليهم بتبقى وظائف يعني عايزه تحسسهم باهميتهم، وبيحبوا يكلموا عن نفسهم. فممكن بيكون مثلا النرجس بيكون بارع مثلا في الشغل مثلا كمحاضر او كمدرس، لانه بيبدا يتكلم عن نفسه ويقول بقى انجازاته وعبقريته قدام الطلبه. وخصوصا ان بيجي كل سنه مثلا طلبه جداد، فيبدا يتكلم جديد ويبهر يعني يتكلم عن انجازاته وشخصيته وعلوه. يعني كل سنه بيجي طبعا طلبه جديد بتشوفه. ممكن برضه يبرع في يكون في التلفزيون مقدم برامج، او يعني او ممثل او سياسي، اللي هو الحاجات اللي هي مع الناس، لانه بيستطيع ان يتلاعب بمشاعر الاخرين. يعني هو بارع قوي في تلاعب مشاعر الاخرين وفي قلب الترابيزه على الاخرين. يعني ما فيش حد بيعرف يغلطه، ودايما بيعرف يقلب الترابيزه عليهم. طيب طبعا الشخصيه النرجسيه ديت دي الشخصيه النرجسيه عموما. طب انواع الشخصيه النرجسيه بقى؟ في الشخصيه النرجسيه الصحيه، طبعا دي بتبقى يعني احنا كلنا فينا نسبه نرجسيه، ودي شيء مهم جدا. بنحس باهميتنا، والواحد بيعتز باصله وبعائلته وببلده وكده. دي شيء طبيعي بيخلي الانسان يبقى معتز بنفسه، بس طبعا ما بيحسش ان هو فوق الاخرين، والناس دولت ما لهمش لازمه، وهو سبب في الكون، والناس المفروض تعبده زي ما النرجس بيحس. فيعني طبعا عشان تكون النرجسيه اللي هي النرجسيك بيرسوناليتي اوردر تبان في الشخص عنده اعراض كتيره، تبقى حوالي 55% تقريبا. فطبعا في نرجسيه صحيه عندنا كلها نسبه نرجسيه، بس ما بيكونش بنسبه كبيره او مرضيه او بتعمل مشاكل مع الاخرين. يعني تلاقي النرجسي عنده علاقاته متوتره مع مع الاخرين. في بقى اللي هي نرجسيه العظمه. نرجسيه بقى العظمه اللي هي النوع الثاني ده بقى، تلاقي عنده يعني عظمه وشعور بالذات وتضخم، وزي فيلم اعتقد بتاع محمد صبحي علي بيه مظهر، انه حاسس انه اعلى من الناس ويتكلم، ويعني ومش يعني يقعد في اي حته مش عايز حد يكلم اللي هو، وشعر يعني ان هو سبب في كل شيء، وان عنده مكانه كبيره وحاجه زي كده. فعنده عظمه، وتلاقيه مثلا بيبقى اجتماعي، يعني بيبقى ظاهر واجتماعي. دي الحاله يعني الكلاسيكيه او المثاليه اللي بتكون ظاهره في ظاهره في السماء، نرجسيه العظمه. في بقى النرجسيه الهشه، ده دايما بيبقى يعني شخصيته ضعيفه ومنسحب، بس هو في الاخير يعني بيبقى عنده برضو علامات النرجسيه، بيبقى عنده شعور داخلي انه احسن من الناس، والناس دلوقتي يعني يبدا بيلوم الناس ويوقع عليهم المسؤوليه، ودايما بيبقى عايش دور الضحيه، ان الناس ظلموه، ده عمل فيه، ويقعد يشتكي، وده عمل فيا وانا كنت استحق كذا، وده ما عملش فيا، ودايما تلاقيه منسحب كده. بس زي الثعبان بيقرص من الضهر. تلاقيه دايما بيتكلم عن الاخرين بصوره وحشه، ويستهزئ منهم من وراهم وكده. انما النرجسي
العظمه بيبقى ايه ظاهر الى حد ما، وايه بيبقى ايه يعني بيبين قدام الاخرين. انما النرجسي الهش ده بيبقى ايه يعني ايه متخفي شويه. في بقى النرجسيه ايه الخبيثه، دي بقى نرجسي ايه خبيث جدا، ده بايه بيتلذذ بالايه يعني بمعاناه وايه واضطراب الاخرين. يعني هو دايما بيوقع الاخرين في مشاكل وبيسترز وايه ويفرح اول من الاخرين في مشاكل وفي متاهات وكده ويوقعهم فيها، وهو لا يحس بايه بذنب ولا اي شيء انه وقعهم في مشاكل، او لا يشعر بالايه بال يعني بال بالندم، او يشعر بالايه بشعور كويس ايه تجاههم ان هم ايه في ايه في عندهم مشاكل او ايه وكده، بل بالعكس بقى ايه مبسوط جدا ان هو ايه ان هم الاخرين بيعانوا وعندهم ايه مشاكل. في بقى النرجسيه الايه الجسديه، دايما ده شخص تلاقيه مهتم بجسمه ومظهره، ودايما بايه بيلوم الاخرين على ايه ان لبسهم مش كويس، جسمهم مش كويس، مظهره مش كويس. دايما تلاقيه ماشي كده ايه عامل زي الطاووس يعني، لابس على الحبل ومهتم بالشكل والمظهر وايه وكده، ودايما بيلوم الايه الاخرين ان هم ايه يعني ايه ما بيهتموش بمظهره. في النرجسيه العقليه، دايما ده شخص ليه يعني ايه يعني عنده تعليم او مثقف، دايما بيسخر من الاخرين من ارائهم وكلامهم، وهو دايما بيحسس الاخرين ان هو ايه رايه الاحسن، وانه عارف كل شيء وبيتكلم في كل شيء، وان هو منطقي وعقلاني، وبيحسس الاخرين دايما ان هم ايه ما بيفهموش، وان هم اقل منه في الايه في التعليم او في الخبرات. في بقى النرجسيه إيه الروحانيه، ده شخص بيبقى ايه يعني ايه يعني عنده روحانيه ايه جامده، يعني تلاقيه بقى ايه يعني مربى دقنه ايه طويله كده والجلابيه والقصيره وماسك السبحه ويصلي ويصوم مش عارف ايه، ودايما بحس اخر ان هم ايه اقل منه في الايه في الروحانيات، دايما بحس اخر ان هم اقل منه في الايمان والتقوى، ان هو ايه اتقى واحد وايه وان هو شخص يعني إيه ما قريب من ربنا وتلاقيه مشغل القران وماسك السبحه وهو ايه وعنده حقد وغل وايه ويعني لا يحس بالاخرين، وشخص ايه بيبقى ايه في منتهى ايه الوساخه. ده بيبقى ايه يعني إيه دي اسمها ايه النرجسيه الروحانيه. طب ازاي بقى نتعامل مع الشخصيه ايه الايه النرجسيه؟ طبعا اول شيء طبعا انت مش هتقدر تغيرهم، وده ما تحسش ان انت ايه بالذنب ان ايه تجاههم او اي شيء. لازم تفكر في نفسك وايه وتهتم بمصلحتك، لان هم برضه ما بيفكروش الا في انفسهم ولا يهتمون الا ايه بمصلحتهم. ولازم تبص لهم على ايه حقيقتهم ان هم كده مش هيتغيروا، هم دايما بيفكروا في نفسهم، ولما يكونوا عايزين مصلحه بيجوا لك، مش عايزين بايه بيسيبوك، وبيتلذذوا بايه بتعبك وايه مشقتك. فانت دايما ايه حاول فكر في نفسك وايه وشيلهم من ايه من دماغك نهائيا، وعرفهم على حقيقتهم هتبقى انت ايه مستريح وايه مستمتع ايه جدا. طبعا ايه حاول ما تركزش عليهم، حاول ركز على نفسك وشوف ايه مصلحتك وكده. يعني هم دايما بيحبوا التركيز وايه ولفت الانتباه، انت دايما ايه حاول ما تلفتش الانتباه ايه ليهم، وركز على مصلحتك وايه ولكنهم ايه موجودين، وبرضه ايه حاول يجذب انتباه الناس إيه ليك، وانت ليك مصالح وليك ايه وليك ايه برضه ايه اهتمامات ايه وكده. حاول دافع عن نفسك، يعني لو اتهاجمت ايه حاول دافع عن نفسك، يعني ايه مش هقول لك ايه دافع، لا إيه حاول ايه رد، يعني لو حد ايه حاول يتهجم عليك حاول رد عليه ودافع ايه ايه عن نفسك، ما ايه ما تسكتش ايديهم، ان هم شخصيه هشه جدا وايه ويعني هو في داخله شعر بالعار والانكسار والذل والمهانه، وشعر انه اقل من الناس، لذلك اقل انتقاد واقل كلمه له ايه بينهار وينكسر، تلاقيه بيتضايق ويزعل وايه ويصور وحاجه زي كده. فانت لو ايه لو تدافع عن نفسك قدامه هتلاقيه بينهار تماما، مش قوي زي ما انت ايه متصور. دايما ايه ضع ايه حدود واضحه ايه واضحه، ده لازم ايه في ايه حدود، لان النرجس دايما بيديك ايه امال ويقول لك انا هعمل واعمل، وما بيعملش، هو تو ما بايه بياخد مصلحته بايه بيجري وما تشوفوش وما يكملش ليك ايه حاجه. فدايما ايه خليه حاليا يعمل دلوقتي، ما يقولكش انا هعمل وايه في المستقبل، دايما ايه خليه يركز على الحاضر ايه معاه، لان هو ايه بيكسر ايه الوعود. دايما تتوقع ان الرد المعاكس من النرجسي، النرجسي ممكن يوعدك وبيخلف، بيكسر الايه يعني هو زي المنافق اذا وعد اخلف، وممكن تقول له مثلا ما تعملش كذا وبيعمل وايه ويكرر. فانت لازم تكون ايه يعني عندك إيه ثبات انفعالي وتكون هادي ايه معاه، ولازم تعرف ان انت ايه مش مخطئ، ان العيب مش فيك انت، العيب ايه فيهم ايه هم. حاول طبعا ايه يعني ايه سيب الدايره بتاعته وايه وشوف ناس كويسين ويعمل علاقات مع ناس ايه كويسين، لان هو ايه هي ممكن هيقرب منك وصديق وحبيب، وتحس ان هو ايه بقى يعني ملاك وتغير وما بتغيرش، هتلاقيه فجأة ايه هرب منك
وايه وسابك ايه لما بياخد ايه مصلحته. طيب طبعا زي ما انا قلت ايه يعني ايه هو بيكسر ايه وعوده، لا تطمن إيه له، هو ممكن يوعدك وهعمل واعمل ولا يعمل ايه، لا يعمل ايه اي شيء. طيب ازاي إيه؟ طبعا ايه الافضل انت تسيبه، يعني الافضل تبعد عن هؤلاء الاشخاص انهم مسمين وهيسمموا ايه حياتك، لان هو ايه شخص يعني إيه عنده نقص وعنده شعور بالعار، وهو بي 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 بيعمل عنده شعور بالايه بالاستحقاق ايه جامد جدا. فانت لو ايه ممكن تبعد عنه لو حسيت ان في اشاعات واهانات قدام الناس، بيعمل اذلال على ايه العلن، في صراخ وتهديد ايه جامد، طبعا هو ايه بيصرخ ويعمل ويعمل ويسوي، هو ايه على الفاضي ما بيعرفش يعمل حاجه، هو ايه هش من الداخل وايه وضعيف ايه جدا. طبعا ايه بي ايه بي عنده غيره جامده واتهامات ايه باطله وبيشن عليك وكلام مش كويس، فانت ايه يفضل تبعد ايه عنه، لقيته ايه انسان يعني ايه خبيث وبيعمل اشاعات عليك وبيهاجمك في قدام الناس ويقلل من قيمتك وبيسمعش ليك ويعني ما بيعملش حاجه وايه وكله كلامه كذب في كذب، وطبعا الكذب ده ايه يعني حاجه اساسيه عندهم، ابعد ايه عنه. نرجو ايه عمل ايه اعجاب الفيديو اذا اعجبكم، مشاركه الفيديو حتى يشوف اكثر عن من الناس، نرجو الاشتراك في القناه لان معظم المشاهدين ايه غير ايه مشتركين في القناه. ممكن ايه لو ليك تعليق او كومنت ممكن تكتب ايه تحت. وجزاكم الله خيرا واكثر الله من امثالكم، وبارك الله فيكم وفي اولادكم وفي اعمالكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.